رئيس لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي. اليوم رانا نبالكو هذه المبادرة حضرنا فيها وكانت تحت الرعاية تاع المجلس الشعبي الولائي. مبادرة هي جد حسنة وين فيها ثلاث مراحل، انه في جمع الدم، لان لاحظنا على مستوى المستشفيات راه كاين نقص بالبنك تاع الدم، وزيد كاين نقص فادح في التحسيس ومن مخاطر كورونا. راكم تلاحظوا بان رانا في اعز وقت الذروه اللي ارتفاع رهيب، وتشوف اللي المدارس راهي تغلقات والجامعات تغلقات. احنا ماذا بينا نعاودوا نحسوا ونعاودوا مع من خلال المجتمع المدني ومن خلال المجالس المنتخبه الجديده، وهذا من اجل القضاء او الحد من انتشار هذا الفيروس الخطير اللعين اللي راه يحبس جميع النشاطات على جميع الاصعده والمستويات. اذا نحن نباركوا من جديد لهذه التظاهره من طرف المجتمع المدني وعلى راسها الاخ ميلوت مصابيح، ونشكر ايضا رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي اللي وفروا جميع الظروف والوسائل لذلك، الا ان هناك بعض النقائص على مستوى بعض المديريات اللي اليوم ما كانتش حاضره وما حضرتش هذا اليوم التحسيسي، اليوم الكبير. اذا ان شاء الله نعاودوا مثل هذه التظاهرات، وان شاء الله نكونوا كاع يد واحده للقضاء على هذا الوباء، وان شاء الله نعاودوا نعيشوا حياه كما كنا عايشينها بكري. وبارك الله فيكم، شكرا جزيلا. مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر جريدة الشرق اليوم اللي دائما تواجد في أهم الأحداث الحساسة في الجزائر، خصوصا في ولاية وهران. اليوم رابطة المجتمع المدني الفاعل بجهود جمعياتها ومجموعاتها ومتطوعيها تحت رعاية المجلس الشعبي الولائي لولاية وهران والبلدي لبلدية وهران، وأيضا بعض المديريات اللي اليوم نسقت معنا في أكبر حملة في من أجل القضاء على الوباء، حتى يعني أخذ اللقاحات المختلفة الخاصة بالكوفيد، وأيضا حملات تبرع بالدم وحملة التعقيم. نتمنى إن شاء الله ما تكونش هذه أول مبادرة، تكون هناك مبادرات أخرى، ونتمنى أيضا يحدو حدونا المجتمع المدني والهيئات والمنظمات باش نكثروا من هذه الأمور حتى نخرج من هذه الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية وتعود الحياة الطبيعية الاجتماعية كعادتها. ونشكر كل الفاعلين في هذا المجال، خصوصا المجتمع المدني اللي يعتبر يعني الواجهة الحقيقية للتصدي لمثل هذه الحالات وهذه يعني الأحداث وهذه الكوارث. نتمنى إن شاء الله تعالى تكون مبادرة حسنة. نشكر جريدة الشرق اليوم مرة أخرى على الترويج للعمل الخيري الإنساني الجواري، وأيضا كل وسائل الإعلام اللي لبت الدعوة حتى يعني نتعاونوا. أيضا ملاحظة أخرى نطلب من وزارة الصحة بصفة عامة ومدير الصحة لولاية وهران أن في الحملات الأخرى أن توفر لنا الإمكانيات اللازمة اللي يطلبها المواطنين، خصوصا يعني الإمكانيات اللي نكشفوا بها أو تحاليل الفيروس باش الناس نعرفوا شكون اللي راه فيه الفيروس وشكون اللي ما فيهش، باش الناس تاخذ الحجر الصحي تاعها وتاخذ الأدوية تاعها اللازمة وأيضا اللقاح اللازم. وبارك الله فيكم مرة أخرى، ونحيي من هذا المنبر الجمعيات الناشطة والفاعلة اللي دائما متكاتفة ومتعاونة من أجل إنجاح المشاريع والأحداث المهمة في ولاية وهران.